أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يذكر بعض الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله أن المرأة لا يجوز لها الخلوة بإثنين، الأول الرجل الأجنبي والثاني القرد من الحيوانات، والأول القرد أي نعم. قال: والأول معروف الدليل، أما الثاني ما الدليل عليه؟ أنا ما قلتها علشان تطالبني بالدليل، ما أدري، لكن إذا كان أنه يستعمل هذا القرد، يعني بعض النساء والعياذ بالله تستعمل القرد والكلب للفاحشة، إذا كان يستعمل لهذا الشيء فلا يجوز أن تخلو به، لأنه مدرب، أنه يكون مدرب على هذا الفعل. نعم.